اليوم السبكة ويانا ما يقارب 64 لاعب ووصلوا للنهائيات 16 لاعب. إن شاء الله 8 من ذول 16 راح يوصلوا للنهائيات ويفوزون ويانا. المركز الثالث هم الأبطال بالـ 2 بـ 3 والتوقيت. تصوير شباب. كان إنجاز اللي سوينا صراحة خلال هذه الأيام إنه قدرنا ننظم بطولات بهيك عدد من اللواعي، واليوم كان الاختتام إن شاء الله ويا بطولة FC 25. أول مرة تصير بطولة FC 25 بالعالم كله، والحمد لله أنجزنا الموضوع.